دول ثلاث اصدقاء قاعدين بيخططوا سرقه بيت راجل اعمى، بنته ماتت في حادثه عربيه واخد تعويض مادي كبير وهو دلوقتي عايش لوحده. أليكس رفض، قال لهم ان سرقه مبالغ ماليه كبيره الشرطه بتحقق فيها بشكل رسمي وعقوبتها مش اقل من 10 سنين وممكن تتسبب في مشكله لوالدي، لان والد أليكس عنده شركه امن ومعاه مفاتيح البيوت التابعه للشركه. روكي نفسها تاخد اختها الصغيره وتسافر وتبعد عن امها، لكن الفلوس اللي معاها مش كفايه، علشان كده بعتت لأليكس وتترجى انه يوافق ويساعدها ودي هتبقى اخر عمليه. رد عليها قال لها انه موافق، واتجمعوا هما الثلاثه وراحوا عشان يراقبوا البيت. موني كان حاطط كاميرا وعرف من خلالها ان الراجل ما بيخرجش من البيت وان مفيش دوريات شرطه بتعدي من هنا، لكن فجاه هما بيتكلموا وسمعوا صوت صفارة. بصوا لقى الراجل الأعمى بيتمشى وعرفوا إن الكلب ده بتاعه. موني قال لهم هننفذ بالليل ومشيوا ورجعوا تاني بالليل. أليكس رمى أكل للكلب وفيه منوم. موني راح يفتح الباب لقى مقفول بأربع أقفال وأليكس ما جابش غير مفتاح واحد. الراجل مش واثق في شركة التأمين علشان كده أمن الباب بأربع أقفال وإدى للشركة مفتاح واحد. روكي كسرت شباك الحمام ودخلت فتحت لهم من جوه. أول ما دخلوا خلعوا الأحذية وبدأوا يفتشوا في البيت ويدوروا على مكان الفلوس. موني دخل اوضه الراجل لقى نايم ومشغل فيديو لبنته اللي ماتت، حط له غاز مخدر وقفل الباب وخرج. لقوا باب مقفول بقفل، حاول بكل قوته يكسره لكنه ما قدرش. طلع مسدس من شنطته. أليكس شاف المسدس اتصدم وقال له احنا كده بنعرض نفسنا للخطر وممكن الراجل يضربنا بالرصاص هو كمان، انا مش هكمل معاكم، وسابه وخرج. موني مصمم وضرب رصاص على القفل وفتح الباب. في الوقت ده الراجل صحي وجالهم، داس على حديده صغيره على الارض، عرف انهم فتحوا الباب. موني وجه المسدس ناحيته لكن الراجل هجم عليه وضربه. ساله انتوا كام واحد؟ موني قال له انا لوحدي. ما لحقش يكمل كلامه والراجل قتله. روكي دخلت بسرعه المخزن صغير تستخبى فيه. أليكس سمع صوت الرصاص رجع تاني لقى الراجل في وشه لكنه ما حسش بيه. الراجل داس على قطعه ازاز على الارض، عرف ان شباك الحمام مكسور، راح قفل الباب وامنه كويس ورجع للحمام وقفل الشباك. بعدها رجع للمخزن اللي روكي مستخبيه فيه، فتح الخزنه عشان يطمن على الفلوس. روكي شافته وعرفت الباسورد. أليكس جالها قال لها اننا لازم نبلغ الشرطه ونعترف بكل حاجه. روكي قامت فجاه فتحت الخزنه واخدت الفلوس اللي فيها وقالت له لازم نخرج من هنا، احنا دلوقتي معانا الفلوس. راحوا على الباب لقوا الراجل مقابلهم وطى على جثه موني وسحبها ومشي، لكن أليكس من شده خوفه اتحرك خطوه لورا. الراجل سمع وجه المسدس ناحيتهم ببطء. الاتنين مرعوبين ومش قادرين يعملوا حاجه، وفجاه التليفون رن، ضرب رصاصه وراح كسر التليفون واخد الجثه ومشي. راحوا الاتنين على الباب قفلوه وراهم ونزلوا تحت. الراجل حاسس الشم عنده قويه جدا، شم ريحه غريبه. راح لقى الاحذيه بتاعتهم، عرف ان في اتنين تاني موجودين في البيت وجري على الخزنه فتحها ما لقاش الفلوس، اتعصب جدا. روكي وأليكس لسه بيدوروا على مخرج وفجاه وهما بيدوروا ظهرت البنت دي مربوطة وبتطلب منهم المساعدة. اكتشفوا ان هي البنت اللي خبطت بنت الراجل بالعربية وموتتها وهو خاطفها وحبسها هنا. روكي عايزة تساعد البنت وتنقذها. أليكس قال لها لازم نخرج من هنا ونبلغ الشرطة وهم يتصرفوا. البنت شاورت لهم على الخزنة. راح أليكس دخل نفس الرمز بتاع الخزنة اللي كان فيها الفلوس. الخزنة فتحت ولقى جواها مفاتيح. راح على البنت وفكها عشان ياخدوها معاها. راح على باب صغير لقوه مقفول بقفل. فتحوا بالمفاتيح اللي لقاها في الخزنة. لسه هيفتح لقى الراجل شد الباب بايده وضربهم بالرصاص. نزل لقى البنت اللي كان حابسها هي اللي ماتت، زعل جدا عليها وفضل يصرخ وهم بيبصوا له مستغربين هو ليه زعلان عليها، المفروض انها قتلت بنته، لكن هنعرف ليه في الاخر. أليكس طلع المفاتيح وقال لروكي لازم نطلع فوق ونخرج من الباب الامامي، وجريوا هما الاثنين. الراجل فصل الكهرباء عن المكان، كملوا جري وهما مش شايفين حاجه ومش عارفين يوصلوا للباب. الراجل وصل لأليكس لكن لحسن حظه المسدس كان فاضي. أليكس ضربه واخد روكي وطلعوا فوق، ولسه بيقفل الباب لقى الكلب مستنيهم. ادى روكي المفاتيح قال لها تروح تفتح الباب وهو فضل واقف مكانه، لكن الباب ما فتحش والكلب هجم عليهم. جريوا بسرعه دخلوا اوضه وقفل على نفسهم، حاولوا يهربوا من الشبابيك لقوها كلها مقفوله بحديد. في الوقت ده كان الراجل فاق وراح اخد مسدس تاني ورجع لهم. روكي هربت من منفذ تهويه وأليكس واقف ورا الباب. الراجل خبط الباب جامد، أليكس وقع على الارض، الكلب دخل وهجم عليه ووقع على شباك ازاز. بعدها دخل ورا روكي وقبل ما يوصل لها رمت نفسها ووقعت تحت. الراجل خرج من الشباك وضرب رصاص على الازاز وأليكس وقع تحت، لكنه قام تاني وجري بسرعه عشان يشغل جهاز الانذار. لقى الراجل مقابله وبيضربه بالرصاص، رجع تاني واستخبى منه وهو بيبكي. الراجل سمع صوته دخل عليه وضرب رصاصه، لكن أليكس كان غير مكانه وضربه بالمطرقه على ايده. المسدس وقع على الارض. الراجل لف وضرب أليكس وشاله ورماه على الارض. شاف المسدس حاول يوصل له لكن الراجل لحق وضربه بالكوريت، فضل يضربه لحد ما فقد الوعي. مد ايده على الترابيزه لقى مقص
مسك المقص وضربه بيه بكل قوته. في الوقت ده روكي كانت وصلت لشباك صغير، حاولت تفتحه بايديها ما عرفتش، فضلت تخبط برجليها لحد ما اتفتح. الراجل جه على الصوت وشدها تاني لتحت، اخد منها الشنطه وضربها وفضل خانقها لحد ما فقدت الوعي. ولما فاقت لقت نفسها مربوطه مكان البنت اللي ماتت والراجل قاعد قدامها. قالت له انا عارفه اللي حصل لبنتك وانك كنت حابسها هنا عشان تنتقم منها، سيبني امشي وانا مش هبلغ ومفيش حاجه من اللي انت بتعملها هترجع لك بنتك. قال لها هي اخذت مني طفلي وكنت فاكر ان من العدل انها تجيب لي طفل غيره. اطرح ان البنت كانت حامل منه وكان حابسها لحد ما تولد عشان كده زعل جدا عليها لما ماتت. وقال لروكي انتوا السبب في موتها ولازم تتحاسبوا. في الوقت ده بنعرف ان اليكس ما ماتش والمقص جه في جثه موني. روكي فضلت تصرخ علشان الراجل يبعد عنها ويسيبها تمشي، قال لها 9 شهور وهسيبك، لكن جه اليكس في الوقت المناسب وضربه وانقذ روكي وربط الراجل واخد شنطه الفلوس وجريوا هما الاثنين. طلعوا فوق راحوا على الباب فتحوه وقبل ما يخرجوا اليكس اتضرب برصاصه. الراجل كان وراهم. روكي فتحت الباب بهدوء وجريت بره، لقت الكلب بيجري ناحيتها، جريت منه لحد ما وصلت العربيه وقبل ما تفتح الباب الكلب هجم عليها وشد الشنطه من على كتفها. دخلت العربيه وقفلت على نفسها، بصت على الشنطه مش هينفع بعد كل ده ترجع من غير الفلوس. عملت كمين للكلب، فتحت شنطه العربيه من جوه وربطتها بحبل، واول ما الكلب دخل قفلت عليه، لكن الكلب طلع تاني، فتحت الباب وخرجت من العربيه وقفلت عليه. خدت الشنطه وقامت لقت الراجل وراها، ضربها ورجعها تاني البيت. روكي شغلت جهاز الانذار، الصوت العالي بيضايقه، فضل يضرب بالمسدس بطريقه عشوائيه لحد ما المسدس فضي وجات روكي من وراه وضربته. فقد الوعي ووقع تحت. قفلت عليه وخدت شنطه الفلوس وخرجت بره، لقت عربيه الشرطه جايه، هربت بسرعه قبل ما يشوفوها. بعدها بتعرف من الاخبار ان الراجل لسه عايش وانه قال ان مفيش حاجه اتسرقت منه، وده خلى روكي تقلق. يا ترى هو قال كده ليه؟ هل علشان ينتقم ولا علشان البنت اللي كان خاطفها وحبسها؟ وهنا بينتهي الفيلم. اشكركم جدا على المشاهده واشوفكم في فيلم جديد.